حسن حازم مدرب الفريق العربي لكرة الطائرة، واحنا في ساحة حي العربي، والطائرة حقيقة في محافظة نينوى يعني بعيدة كل البعد، يعني لا دعم اكو، بطولات لا توجد في داخل الموصل، والمحافظة تحتاج إلى بطولات، يعني أكثر من بطولة تحتاج في السنة الواحدة. ليش؟ لأنه اللاعب حتى يصل، اللاعب انطلاقته تكون من الفرق الشعبية، اللاعب إذا انطلق من الفرق الشعبية اللاعب يصل لعدة أندية ويلعب بالدوري الممتاز، والآن لدينا نادي نينوى يلعب بالدوري الممتاز، ولدينا نادي سنجار الرياضي كذلك، بس قليل الدعم، قليل، والطائرة إذا ما بها دعم، والرياضة إذا ما بها دعم، ماكو رياضة، من الآخر. والله أستاذ إحنا هذا الملعب سويناه يعني بإيدنا مثلا، يعني بأمور بسيطة. لا دعم لا ماكو، كل شيء ماكو، فإحنا إيش نحصل؟ نريد نرجع الطائرة، نريد نرجع الرياضة، نريد نرجع الناس تلعب رياضيين، هذا جاي من الأيمن يعبر، هذا من الأيسر، هذا من شرق الموصل، هذا من غرب الموصل، الطائرة تجمع حقيقة، مو مثل لعبة كرة القدم، لعبة كرة القدم موجودة، أكو بطولات، أكو بها دعم، ولكن الطائرة بعيدة ماكو، فهذا الملعب سوينا إحنا ونجمع الرياضيين بها، ومثل ما يقول مثل الرياضة تجمع. الرياضة تجمع خاصة لعبة كرة الطائرة. اللاعب محمود محمد السعدي، العمر 31 سنة، والله مارسناها بال 2010 تقريبا، يعني تقريبا صارنا بيها 13 سنة. والله كرة الطائرة بالموصل صراحة ماكو أي دعم، والفرق اللي عشارك عتصل دوري ممتاز وما عاد تقدر تكمل لها، ماكو مصاريف، ماكو فلوس. تمرنا يم مدربين كثار، أستاذ قيس، أستاذ عمار، أستاذ أحمد، أستاذ حسن، كثير مدربين تمرن تحت ايديهم، ولعبنا الحمد لله وصلنا دوري ممتاز، مثلنا نادي الحبانيه وغير نادي، ونادي نينوى شارك هذيك السنه جاب خوش نتيجه، وصل للنخبه، بس دعم من المحافظه ما لا يوجد ابد. انا احمد طليع من الموصل، والعب معد في نادي الموصل، في نادي الموصل صار لي تقريبا 15 سنه. والله دعم بالموصل يعني ماكو، معدوم. انا امكانيات يعني اكو بالموصل، بس دعم ماكو، يعني صار لنا احنا فتره يعني نعاني من هذا الشيء. احنا اخر مشاركه شاركناها بنينوى بالدرجه الاولى، وصلنا مرحله وبس ما ذاك الدعم القوي مثل اهل الجنوب، يعني حتى الشمال اربيل وما اربيل هم اكو دعم بس ما مثل الجنوب، احنا دعمنا هنا بالشمال قليل. اي نوادي لعبت انت؟ والله لعبت كثير، نادي سنجار، نادي نينوى، نادي الهوار، ثورة، عدة أندية لعبت بالموصل. بسم الله الرحمن الرحيم، عمار عبد الكريم، أحد لواعيب كرة الطائرة في محافظة نينوى، ومن ثم يعني اشتغلنا بالتدريب للفئات العمرية، واليوم تشرفنا بهاي المباراة، هي افتتاح للملعب العربي، وشرفنا بحضور الجميع.